وهي من كان ملتمسا قدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم فليلتمس القدوة في علاقته ببيته وأهله وزوجاته صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنا دايما بقول للناس ما بحبش أقول كلام يطلع من الشباك مش من الودان، لا، الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام غالي. ليه كلام غالي؟ لأنه كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا مش عاوز أقول كلام كتير، لكن عاوز أركز على نقطة محددة. الإخوة الأزواج والزوجات الموجودين الحاضرين منهم والحاضرات، من كان مقتديا فليقتدي برسول الله في بيته. أنا هاخد حتة واحدة من النبي. النبي كان يحب زوجاته، وزوجات النبي كن يحببن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يقدر أهل زوجاته، كان بيقدر حماه وحماته، كان بيقدر أبو بكر. ما أبو بكر كان حما النبي، ما نتفكرين كان بيحب أبو بكر كده ليه؟ عشان كان حماه، أبو مرات أبو عائشة، وكان بيحب عمر. اللي احنا النهاردة الناس بنتندر في النوادر بتاعتنا والنكت بتاعتنا دايما على الحما والإيه والحماه، ونادرا ما تجد أحدا يحب حماه أو حماته، أبو مراته أو أم مراته، والعكس. ودايما يعني أقول لك معقول في واحدة كويسة ما حماها أو ما حمتها؟ دايما حتى يطلعوا النكت. ليه بيعملوا الموضوع ده؟ ليفسدوا ما بقي من آصرة ومن رابطة داخل المجتمع المسلم. لأن المجتمع المسلم بتاعنا بيتكون من إيه؟ من أسر، والأسر بيتكون منها مجتمع، والمجتمع فيه عدة مجتمعات وعدة حكومات، وده العالم الإسلامي. المجتمعات الغير إسلامية افتقدت الأسرة، ولم تبقى الأسرة إلا في مجتمعنا الإسلامي شبه متماسكة، فأرادوا أنهم إيه؟ يفسدوا الأسرة بتاعتنا فيمزقوها. العلاقة بين الحملة ده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللي كلنا حافظينه، لما الصحابي سأل النبي من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. ما كان النبي يستحي أن يذكر اسم زوجته أمام الناس ويذكرها بصفة الحب، قال عائشة، حب الناس إلي عائشة. فالرجل قال أسألك عن الرجال، قال أبوها، يعني تكلم فيها كتير، كان ممكن يقول مثلا أبو بكر لكن نسبه إيه إليها، فقال أبوها. العلاقة الرابطة والأسرة دي إحنا محتاجينها داخل البيوت. لما الأخ يحب حماه، لما الأخت الزوجة تحب حماتها، كيف يعاملها زوجها؟ لما أنت تحس إن زوجتك بتحب أمك بصدق، تحبها بجد يعني، وانت تكون بتحب امها وابوها بصدق بصدق، وتهديها بصدق، زي ما كان بيقول الشيخ القطراني من كام يوم، لما هي تعرف ان انت بعت 200 دينار ولا 300 دينار ما تعملش مشكلة، وانت نفس النظام لو هي خدت من وراك 200 دينار بعتته ما تعملش مشكلة. لو احنا تواجد عندنا الموضوع ده داخل البيوت هتكون بيوتنا بسم الله ما شاء الله. لكن تلاقي في البيوت متحفزة من بعض، وتحس ان بين الزوج والزوجة معركة. احنا عندنا في الارياف، احنا من مصر من الارياف، من حتة مش على الخريطة كده اسمها أبو المطامير ناحية اسكندرية. ساعة الفرح، ما أنا بقول لك مش على الخريطة، تقول لي هي فين؟ بقول لي هي فين؟ أقول له مش على الخريطة، بقول لي هي فين؟ في الأرياء في الأفراح بتاعتنا تحس إن في معركة بين أهل الزوج وأهل الزوجة والله، حتى في الأناشيد والأشعار بتاعتهم. يعني مثلا اللي أنا فاكره بقى، ما أنا الواحد ما كانش شيخ على طول من زمان، المشيخة دي جت في الآخر، لكن في الأول كان في حاجات تانية. خلاص بقى ربنا يا حليم ستار، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، مش كده؟ فتلاقي أهل العروسة، أهل العريس في الأول يغنوا يقولوا إيه هو في الأغاني بتاعته، أهل العريس احنا بيبقوا صفين يجيبوا العروسة، والله صحيح بتلاقي أهل العريس على جنب وأهل العروسة على جنب، وحطولهم الاثنين في الكوشة كده، ومتحفزين الاثنين لبعض كأن فيها هتقوم حرب بالاثنين. فدول يغنوا لوحدهم يدولهم فقرة، يعني مثلا دول 10 منت وبعدين دول ايه 10 منت، دول ياخدوا المايك شوية دول ياخدوا المايك شوية، فيبدأ أهل العريس ياخدوا المايك يغنوا يقول لك ايه، خدناها بالسيف الماضي وابوها ما كانش راضي. دي الأغنية كده، خدناها بالسيف الماضي وابوها ايه ما كانش راضي. يخلصوا الفقرة بتاعتهم، يدخل أهل العروسة يقول لك سلم ابوها بشنبه اللي ما حدش غلبه. دي حقيقة، شنبه سيف الماضي، ايه يا جماعه داخلين نحارب؟
دي معركة ولا جواز؟ انت بتكون أسرة ولا بتعمل كتيبة حربية؟ احنا بنعملها في... شوف الاول نكت وبتاع، تخش في الحياة الزوجية تلاقيها كلها ايه، تلاقيها تخش في القصة دي، تلاقي حتى الراجل يستحي يقول لك انه بيحب حماه، او البنت تحب حماتها يقول لك لا ده بس في الاول، في الاول بس، والله حماتك كويسة معايا تولدي في الاول، لسه ما شفتيش حاجة، هتشوف بعد شوية. واحد يسأله قولوا له ايه حماتك، حماك عايش؟ قال لهم الحمد لله حي يرزق. قالوا له حماتك؟ قال هي حية تسعى. لا لا، انا الحقيقة من خلال تجربة قصيرة، ومن خلال عمل في مجال الدعوة، ومن خلال تصفح لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت النبي أسر قلوب زوجاته، أسر. وعلى فكرة النبي كان رومانسي، الناس اللي بيقرأوا عن روميو وجولييت، لا والله النبي كان أكثر. أحسن علاقة حب في التاريخ هي حب محمد وخديجة، صلى الله على محمد رضي الله عن خديجة، لأنها انتهت بإيه؟ انتهت بزواج. أحسن علاقة حب تنتهي بزواج، لكن العلاقة الرومانسية الكلام الفاضي اللي بتكس مسج والإيميلات وتنتهي بإيه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم علاقته بخديجة انتهت أنه تزوجها، واستمر الحب حتى وخديجة وراها الثرى. ده النبي في حديث صحيح يرويه والمجتمع يسمع، النبي يعلن يقول رزقني الله حب مين؟ حب خديجة. رزق، شوف الكلمة رزق، رزق، رزقني الله حب خديجة. كلام ده بنقوله للرجالة عشان يفصح، ده النبي قال من أحب أحدا فليخبره، مش كده؟ إذا أحب، احنا بنقوله الكلام ده البعض، يقول لك إيه؟ والله يا أخ وائل أنا أحبك في الله، والله يا أخ خالد أنا أحبك في الله يا أخي، يقول لك يا أخي أحبك الله. ما تقول لمراتك يا أخوي، ما تقول لمراتك وانت عمال تحب في الشيخ والشيخ يحب فيك، حب مراتك حقيقة. النبي قال كده، اللي عاوز سنة النبي مش يصلي طول الليل وصوم طول النهار، سنة النبي حب مراتك وحب عيالك وحب حماك وحماتك. عشان كده النبي قال ايه؟ خيركم، خيركم لمين؟ لأهله، وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. يا أخي يا أخي، شوف النبي حتى لما مات، اقرأ سيرة النبي كيف مات وأين مات. مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة خديجة، في حجرة عائشة، وهو ينام على صدرها ما بين سحرها ونحرها. يا سلام، عارف ما بين السحر والنحر هذا المكان بالضبط؟ هنا وضع النبي رأسه عند عائشة في هذا المكان، زوجته، زوجته، هو يعالج سكرات الموت، ظنا من النبي أنه في هذا المكان يهون عليه سكرات الموت. لما يكون في هذا المكان عند زوجته صلى الله عليه وسلم في وقت، والسيدة عائشة قالت فأشار إلي النبي بعينيه، بعينيه الإيد ما عادش بتتحرك، قالت فعلمت، شفت العلاقة بين الزوجين، فعلمت أنه يريد السواك. أشار إلي بعينيه فعلمت أنه يريد السواك، فأخذت السواك وأومأت إليه أن أصلحه، قال نعم من غير ما يتكلم، فأصلحته ومضغته ولينته، لينت السواك للنبي، فوضعته في فم النبي فامتص ريقي صلى الله عليه وسلم. جماعة الحاجات دي مهمة جدا في بيوتنا، نحن بقولوا الكلام ده مقولوش احنا خلاص كبار بقى، يا عم الشيخ لسه بتتكلم في الكلام ده، هو بعد ما شاب لسه؟ قول لك النبي كان بيسابق عائشة في احنا بالله عليك ده كلام، هنسابق بعض ونتكلم في كلام الناس الصغيرين؟ لا يا اخوي، احنا عاوزين الشيء اللي يقيم البيوت، لا تقوم البيوت الا على الحب، لا رابطة أقوى من الحب، والحب يوجد داخل البيت بين الزوج وزوجته. وإذا أنا كنت بنصف للناس، دخلت نخلص مشكلة وما أكثرها، فقلت للزوجين الحب داخل البيت له حرارة مثل حرارة قدر يغلي بالماء على النار. خد معايا المثال ده، قدر مليان مية وبيغلي على الايه؟ على النار درجة 600 مئوية أيا كانت. هذا القدر لو أنت وضعت فيه أي شيء ماذا يفعل؟ يذوب، مش كده؟ تحط في ورقة تذوب، تحط في أي قطع تذوب. إذا وجدت حرارة الحب داخل البيت تذوب كل المشاكل والخلافات، كل الخلافات تذوب. المثل عندنا البلد يقول لك حبيبك يبلع لك الزلط، يبلع لك. لكن لما كنا احنا واقفين لبعض، إيه ده؟
وإيه ده؟ مش قابلة منك كلمة وأنت مش قابل منها كلمة، الحب مش موجود في البيت. فإحنا إخوة بالله عليكم، أنا مش هقول بقى وصية بقى تقوى الله والاستعانة، كل ده كلام جميل، تقوى الله والاستعانة بالله، لا، عاوزك تحب مراتك ومراتك تحبك. عاوز أولادك ينشأوا في البيت يروا هذا، أولادنا يشوفوا كده العلاقة الحميمة الوطيدة، العلاقة الطيبة بين الزوجين، فتطلع البنت تكون بارة بزوجها، ويطلع الولد حريصا على زوجته ويتقي الله فيها. دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر نفسي وإياها، وأذكر أخونا الفاضل، أخونا الأخ طارق، أختنا سهى، في إقامة بيت جديد في بيت الله سبحانه وتعالى. أخ قبل الصلاة بيتكلم معايا بيقول لي ما أعظمه من مجلس إذ يبدأ الفرح من بيت الله سبحانه وتعالى. كان ممكن يعملوه في فندق على أعلى مستوى، وأخونا يدفع له 50-60 ألف، ويجيب بقى العريانين والراقصات والكلام الفاضي، ويشيل ذنوب الليلة كلها. لكن هو أخده من هنا من المسجد استنانا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المسجد، وفي رواية: واضربوا عليه الدف. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم المغيبة التي نريد أن نحييها كما جاء في الأثر، وأبشر بها أخونا طارق وأختنا سهى: من أحيا سنتي أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. فأحياء سنة النبي في بيت الله سبحانه وتعالى، أسأل الله أن تكون في ميزان حسناتك أخويا طارق وأختنا سهى إن شاء الله رب العالمين. أرى لسان حال الجميع يقولون: ما جئنا لنسمع خطبا، ولكن جئنا طيب إن شاء الله يجزيك الخير. إن شاء الله على شرف أخونا العريس أخونا الأستاذ طارق ياسين وأختنا سهى أشرف مأدوبة العشاء إن شاء الله في الدور الأسفل. جزاكم الله خيرا وبارك الله لكم، وأستأذنكم ترددوا خلفي الدعاء مرة لإخواننا إن شاء الله رب العالمين. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أسأل الله أن يبارك لكم جميعا، والعقبة لأولادكم وبناتكم ولمن كان في له في نفسه حاجة. اللهم أمين يا رب العالمين. أسأل الله أن يتقبل مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. أخونا تفضل للدور.